وقفت وهيدي كانت أصعب يعني أيام علي. أول مرة فوت على السجن كان عمري 16 سنة، تعرضت لتعذيب تحت كتير. توقفت أنا تقريباً شي 4 سنين وثمانية أشهر بالسجن القبي، وكان اسطبل اللي بيحطوا فيه البغال والأحصنة وهيك أشياء، لانه صحي ولانه شيء، وواسطات فوق بس، وانسان لا بيشوف لا شمس ولا بيشوف شيء، يعني مثل ما بس سجن، يعني مثل المنفى مثل ما بيقولوا، كانه واحد منفي وبيطلع الواحد من جوا معطوب ومتأذى كثير جسديا ومعنويا. لبنان من الدول الأول دولة بمنطقة الشمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي وقعوا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية معاهدة التعذيب، ولكن لبنان حتى اليوم لم ينشئ الآلية الوقائية المحلية. هي هالهيئة دورها تكون تكشف على السجون وعلى كافة مراكز الاعتقال بهدف الوقاية من التعذيب، يعني بتفوت بتدرس شو البروتوكولات داخل مراكز الاعتقال، هالأشخاص بيقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي، إذا في مشاكل معينة بيروحوا بيحكوا مع المسؤولين عن مراكز الاعتقال، وأكيد بيوصلوا التوصيات للحكومة. لاحظنا أنه في تغيير من وقت توقيع لبنان على البروتوكول في عدة أحداث. أول حدث هو زيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الـ SPT اللي مقرها بجنيف، زيارتها للبنان سنة 2010 وزارت أماكن احتجاز وسجون عديدة. ثاني أمر اللي هو إنشاء لجنة مناهضة التعذيب بقوى الأمن الداخلي اللي استوحت أعمالها من البروتوكول، واللي هي بتزور السجون وبتشوف الموقوفين وبتمنع حالات التعذيب. وثالث أمر اللي هو حديثا ومؤخرا صار رفع اقتراح مشروع قانون لمجلس النواب لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس، ولإنشاء كمان هيئة وطنية لمناهضة التعذيب حسب ما بينص عليه البروتوكول. لما تحكي اكتزاز بالسجون اللبنانية الأبشع من أنه تفكري الزبالة أو الهايجين، هيك هي فكرة اكتزاز إذا بدك فيها مثل بولوشن للنفسية، يعني هيدا أكتر شيء بتسمعي من السجناء، ما عندي دقيقة فكر مع نفسي، بقلك منفوت بأفكارك، ما عندك دقيقة مع نفسك، لازم نعرف شو عم تفكري. هيدا الشعور بحد ذاته لما يكون في اكتزاز بيزعج. التعذيب والإهانات اللي ضغطت عصابه معي مرضى نفسانيين، هلا عم بياخد ضوء عصابه، حكفي السنتين هلا صارت. لما نحكي عن اثار تعذيب لازم نعرف انه مع طول في اثار ظاهره، واذا الشخص تعذب فيكون ما مبين شيء على جسمه وتكون الاثار اكثر نفسيه. هذه الاثار النفسيه ممكن تبين من خلال اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالسلوك، كوابيس شديده، نوبات غضب، انعزال شديد، اكتئاب، أو حتى إعادة عيش الحدث، يعني الشخص بيرجع بحس حاله كأنه عم يرجع يتعذب عن أول وجديد. هذا بيدخل ضمن اضطراب نسميه اضطراب توتر ما بعد الصدمة، أو المعروف أكثر بال PTSD، يلي ممكن يبين سنين ما بعد تعرض للتعذيب. ما عم أقدر أتخطى الموضوع لأنه أثر علي كثير بحياتي، نفسياً ومعنوياً وكل شيء، يعني حتى جسدياً مثل المعطوب يعني من أثر التعذيب. صراحة الوضع مزري بالسجون ومراكز الاعتقال بلبنان، وبعد في عنا تعذيب وبأعداد كبيرة للأسف. أكتر شيء موجود هو موضوع الضرب، بوكسات، كفوف، رفس، دفش. النقطة الثانية بعدنا للأسف منلاقي بعض حالات البلانكو، واللي هو شو؟ إنه واحد يحط حدا يعلقه وتقله بحط نوع من ضغط إن كان على إيديه. وفي بعض الحالات يلي ما يسمى بالفروج، يلي هو الشخص بيتم بينحط كأنه فروج، يعني بينحط على عصاية، بينربطوا إيديه، بينربطوا إجريه، بيكون أضلاعه وجنبه مكشوف للضرب إن كان بعصاية أو للضبط. عذبونا بيحطونا كلبشات بإيدينا، منصير نحن بوضع هيك
بحطونا مثل العصاية من هون وبيعلقونا، بصير مثل الفروج معلين، وعندهم كرباج بيضربونا فيه. في بعض الحالات وهن أكتر شيء عم تكون حالات، هدول أشخاص متهمين بتهم أمنية، في عدد من المعتقلين قالوا لنا أنهم تعرضوا لصعقات كهرباء. صار معنا تعذيب كتير، ربطونا ببلانجو وقتل بالكرباج ويضلوا علينا مي بردي، نكون غفينين يكبوا علينا مي، خزقات حولي أنا فوق وتركوني صيد عصن على بيت لولين تويحة كلب ما بيهمنا. وفوق هذا توفت أختي أنا بالسجن، عندي أخت عمرها 26 سنة توفت مرضت أنا وبالسجن. طلبت منهم أنه أحكي تليفون من فوق مع أهلي، قالوا لي ما بيهمنا الأمر عبين ما يروحوا أهلك كلهم. لحتى دخلت الجمعية فوت على السجن لحتى زبط الوضع، صار يزبط الأوضاع المسجين جوا، حتى بقى يصير انتفاضات بالسجون. الانتفاضات اللي عم تصير بقلب السجن من وراء الخنقة اللي عم تخنق الدولة للبني آدم. فينا نقول أنه عن لسان السجناء بيقولوا أنه قبل ال91 ما هو صار في انتفاضة هنا عاملينها بالتسعينات، أنه قبل الانتفاضة ما تتخيلوا شو كان وضع السجون، لا كهرباء أيام بالأوضة، لا السخان كان ممنوع شوي سخنوا أكلاتهم، يعني وضع كان مزري جدا. فلما فاتت هالجمعيات بالتسعينات ولحديت هلأ كتير تغيرت الأوضاع. يعني بيقولوا لك كان في من زمان ما كانوا يشوفوا ناس مدنية، يعني ما بيشوف غير سجنة بين بعضهم، اليوم لا بتشوفي في بنات جوات السجن بيشتغلوا بجمعيات عند رجال، رجال كمان بفوتوا على السجون النسائية، يعني بيحتكوا مع هول العالم. الخوف من الالتزام بتصديق البروتوكول لدى العديد من الحكومات هيدا خوف غير مبرر، على العكس يطفي على عمل هذه الحكومات بمنطقتنا انطباع إيجابي نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان. فأنا أدعو المنطقة اللي ما وقعت بعد على البروتوكول إنها توقع على البروتوكول، واللي وقعوا على البروتوكول بأسرع ما يمكن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، واللي هي بعد التوقيع هي إلزامية وليست خيار. واحدة من مشاكلنا هي انه ما حدا بيعرف فينا، وما بعرف شو مصيرنا جوا، بصير اشياء كتير ما حدا بيعرف فيها، انه ما فينا نحكي او نشتكي لحدا.